مش الحلاوة هذه يا جمال. الله يحميك. ايش قصة الشرط؟ ايش هو الشرط؟ انت عمرك ما كلمت الناسية بالشغل قبل كده. حبيبتي انا، انت عارفة قديش انا احبك. انا احبك بجنون، وبصراحة انا مو مرتاحة لفكرة انه انت قاعدة تقضين اغلب وقتك في المستشفيات. لو معاك رجال غرب الواحد يخاف كيف ممكن يفكروا. انا ابغاك لي انا بس. ايش قاعد تقول؟ ايش هو اللي لي ومو لي؟ انت ما حسبت لي اي وجود، حطيت لي شرط. ومو اي شرط، شرط شرعي في هذا اليوم في هذا المكان والزمان قدام الناس. ليش انت قاعد تحطني امام امر واقع ولا هي قصة لوي دراع؟ قسما بالله العظيم ما كان هذا قصدش فيك. بس تعرف يا عبد الله قديش انا احب شغلي. ايوه عارف، بس عارف انه كمان انت مستحيل تحبي شغلك اكثر مني. عبد الله، ما في مقارنة، ما في مقارنة بين شغلي وبينك انت. انت اتخذت قرار من غيري، الغيت وجودي تماما، اتخذت قرار عني انا، انت لحالك. وبعدين بعدين اني ما حسيب شغلي. كيف يعني؟ تبغين تفشليني وتمشين كلمتك علي قدام كل العالم اللي قاعدين برا هناك؟ إذا كان من أولها أنا كمان ما راح أغير كلمتي. الزواجة تتفركش. اللهم آمين. مصدق اللي قاعد يصير؟ ولا أنا مصدق. بس انت اللي حطيتنا بهذا الوضع. خلاص يعني؟ كل شيء انتهى.
ايوه. وش قالت؟ رفضت. انت كمان عبد الله جيت تطلب طلب بحساس وقت مصيري زي ده؟ لا تقول لي طلب مصيري. هي تبغى تزوجني انا؟ يعني مصيري راح يكون معايا انا. من اول طلبت الطلب ده يا عبد الله؟ مو جيت الحين تطلبه. انا من رايي اسحب شرطك وخلي الليله تعدي وبعد الزواج هلا الف علال. هذا الموضوع يخصني. انا ما راح اسحب شرطي. وهي اذا اختارني انا اتنقل تختار وظيفتها. ممكن تهدي اعصابك. انت اخوي الكبير تعرف اني احبك. بس تصرفك هذا مو صحيح ابدا. انت مستوعب انك ممكن تخسر مريم؟ على فكره هي اللي راح تخسرني. يا انا يا وظيفتي. يا شيخ طلب عبد الله مرفوض. انا ما عندي بنت للزواج. الله معاك. حياكم الله يا جماعه. حياكم الله على العشاء.